بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يعني وبادئ ذي بدء أحب أن أشير إشارة سريعة إلى أن هذه الحشود يعني غير المتوقعة في هذه الدورة والتي ما أظن مثلا الشيخ خيب كان يتوقعها تدل على شيء مهم، وهو أن أبناء هذه الدعوة في اشتياق شديد إلى معرفة هذا المنهج وإلى سبر أغواره وإلى معرفة كنه ذلك المنهج العظيم، وذلك يدل على أن أجيال الدعوة السلفية لا تنبني على عاطفية الانتماء، إنما في الحقيقة على فهم المنهج وسبر أغواره، وهذا كفيل إن شاء الله تبارك وتعالى أن يستمر به المنهج بغض النظر عن ما يصيب الكيان من هزات، فالعبرة ببقاء هذا الدين وبقاء هذا المنهج. وهي أيضا رسالة إلى هؤلاء الذين شككوا في انتماء أبناء الدعوة السلفية إليها وإلى ذراعها السياسي، هذه الحشود التي أتت من كل مكان لتتفهم منهج دعوتها المباركة يدل على الانتماء القوي للدعوة وإلى يعني كل أزرعها، يعني سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو غيرها. فهذه الدعوة إن أبناء الدعوة السلفية تركوها وما إلى ذلك أو تولوا عنها يعني دعاوى عارية من دليل. هذه وأيضا كذلك يعني من الشيء بالشيء يذكر، أبناء الدعوة لابد أن يقيموا آراء ومواقف وقرارات دعوتهم بناء على منهجهم الذي يعني قعدوه وسطروه في الكتب من زمن بعيد، وليس ولم يقعدوا وينظروا الآن فقط، إنما من زمن بعيد، وقواعد المنهج وتفاصيله واضحة للعيان منذ نشأة الدعوة السلفية. فعلى أبناء الدعوة أن يقيموا قرارات دعوتهم وآراء دعوتهم ومواقف دعوتهم بناء على هذا المنهج وليس على شيء آخر.